في إطار علاقات الشراكة والتعاون التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، قام رئيس جهاد فالنسيا الإسباني رفقة وفد هام بزيارة عمل لجهة دار بيضاء ستات. وكان في استقبال الوفد الإسباني رئيس جهة دار بيضاء ستات مصطفى الباكوري، وذلك بمقر الجهة. وتندرج هذه الزيارة في إطار سعي الطرفين لتعزيز التعاون بينهما من خلال التأسيس لشراكات واتفاقية نوعية في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس مستوى العلاقات التاريخية والنموذجية التي تربط بين البلدين، لا سيما أن جهة فالنسيا تتمتع بخصائص اقتصادية وديمغرافية تتقارب مع نظيرتها بجهة دار بيضاء ستات. كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات التنموية وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال.